متشبعي قناة شوف تي في راح يكون معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان، حيث تسير بين سيارة من نوع 309 وسيارة 250. كما كتشاهدوا معنا المباشر الحالي الحمد لله ما كاينش وفيات حسب التصريح ديال الدرك الملكي بن سليمان، ما كاين لا وفيات لا حتى شي حاجة. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعي قناة شوف تي في، هاد السيارة من نوع مرسيدس، حلقة الحديث السير مع واحد السيارة من نوع 309 على المباشر. الحمد لله ما كاينش وفيات، كاين غير إصابات. كيف ما كتشوفوا معنا متابعي قناة شوف تي في، هي الصورة ديال السيارة. كيف ما كتشوفوا معنا متابعي قناة شوف تي في، مازال معكم بث مباشر على قناة شوف تي في، حي السير كما شاهدتم معنا على المباشر حاليا. هاد السيارة من نوع مرسيدس وقلع اصطدام مع سيارة من نوع 309 بيجو. الحمد لله حسن، الحمد لله ان هاد الحادثة ما خلفات شي ضحايا غير خسائر على مستوى السيارات، وكذلك كاين واحد الناس مقصحين شوية، كاين مضروبين بزاف الناس. حفظ الله بدا كاين شي واحد كان هنايا هنا، كيفاش وقعت؟ اش فكرة كيفاش وقعت؟ انت فكرة شو دي خرجات ولا اخرى دخلات؟ شوف وين طلعت من الترطوار. ما عندك شي فكره كيفاش وقعت الحادثه؟ انا جيت هنا قيت طالع الفوق شي واش طالع شو بغيت سلام بخير. الحمد لله ما كاينش وفيات، هذاك الشيء اللي كاين. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعي قناة شوف تي في، حنا مازال معكم بث مباشر من مدينة بن سليمان. هاد الحادثة السير اللي شفتو دابا كانت بين سيارة من نوع مرسيدس، كذلك سيارة أخرى من نوع 309 بيجو كما كنقولوا. الحمد لله ما كاينش خسائر، كاين خسائر غير مادية، الناس مقصحين شوية، ولكن الحمد لله ما كاينش وفيات. كاين ناس مجروحين ومقصحين بزاف، اما الوفيات الحمد لله ما كاينينش. هذه الطريق اللي كتربط بين بن سليمان والوازيس.
ديال الطريق الرابطه بين بن سليمان والوازيس. الحادثه وقعت هنا، هاد الطوموبيل كانت جايه كما كيقولوا بعض الناس، الطوموبيل كانت جايه اخرى تسطحت معها لي الزوع الاخرى من نوع ترواس والناف، تسطحت مع هادي. هانتوما كتشوفوا شنو وقع لهاد السياره. لحسن الحظ ما كانوش وفيات. شنو قال لك؟ قال لك ما يقدرش، قال لك هو دابا بحال داير مصدوم من هاد، حيت هذا هو مال الطوموبيل السيد اللي جالس تما ما قدرش. كيفاش وقعت الحادثة؟ ما عندكش فكرة كيفاش؟ لا أنا ما عنديش فكرة عليها مزيان، ولكن الناس راه كانوا حاضرين، ما عيطوا كان شي واحد كان حاضر هنا. شوف لك شي واحد حاضر. الطوموبيلة كانت غتدخل من الباب ديال المقبرة والأخرى جاية. قال لك معاه كانت غتدخل، هادشي اللي عرفت. الاخرى كانت جايه تصحح معاها، هرب عليها ولا ما عرف شنو طلع فوق هذا. والسيد قال لك راه جوج سبيطار، هذاك السيد اللي مول تروسوناف، مول هذاك اللي داوى لي ديباناج. شكرا. كيف ما شاهدتوا معنا تصريح بعض الناس اللي كانوا حاضرين معنا في هذه الحديثه، ان هاد الطوموبيل كانت جايه من طريق بن سليمان غادا في طريق الوازيس، بينما السياره الاخرى كانت غادا باغا تدخل للسيد. هاد الباب هو السيد كما نقولوا مقبره، مقبرة بن سليمان، هذا هو الباب ديالها، هذا هو باب المقبرة. السيارة اللي كانت جاية من الوازيس، السيارة كانت جاية من الوازيس من الطريق، بغات تدخل لهنايا، بغات تدخل باب المقبرة. هذه جاية من بن سليمان وجاية للوازيس، تما وقع الاصطدام هنايا. هادشي اللي قالوا بعض الشهود اللي كانوا حاضرين معنا هنايا على المباشر. لاحظت الحظ انه ما كاينش وفيات، كاين غير الناس مقصحين وكاين شويه الجرح. تعداو عليا هذوك، هذوك قحمة قاسم قاسم. كيفاش وقع؟ كيفاش وقع؟ ها مولاي اخويا. كيفاش وقع؟ اخويا انا جاي. لا ما نبينكش، ما غاديش تبان. انا جاي. اها. والسيد كان جاي تا هو من هنا. بغى يدخل المقبرة هو؟ بغى يدخل المقبرة. ها؟ صافي. وقع اللي وقع. وقع تصالح شنو وقع؟ مش حسيتي ديك اللحظة؟ لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا ملي ما عنديش الوليدات معايا راه الحمد لله الحمد لله. على سلامتكم. لا 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 عارف الحديد اللهم لك. هذاك الشيء اللي كاين كما شاهدتوا معنا متابعي قناه شوف تي في، كما شاهدتوا معنا متابعي قناه شوف تي في، هذا هو السيد اللي كان دار الحديثه. مسكين السيد فشل ما قدرش ينوض، قوة الخلعة ديال الحديثة ما قدرش ينوض. كما شفتوا معنا السيد ما قدرش كاع يقدر يعطي شي كلمة شي حاجة، السيد باقي مصدوم لحد الساعة. إذا متابعينا كنتم معنا في بث مباشر مدينة بن سليمان.